قبل ما اكمل لكم بقيه الاخبار اشوف امير هشام يطمننا على علي معلول. امير اهلا بيك يا امير. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي الكوره. اهلا بيك، انت عامل ايه الاول؟ كله تمام؟ الحمد لله، انت اخبارك يا كابتن؟ يا رب يخليك، الحمد لله الحمد لله دايما بخير يا امير. طمني اصابه علي معلول ايه؟ لان انا بصراحه انا يعني طيب خليني اقول لك، يعني هو كان مع نهايه التمرين النهارده كان في تقسيمه، فمع نهايه التقسيمه دي فكمان دخل في علي معلول دخله يمكن قويه شويه، نفس الكاحل اللي كان تعرض ليه لالتواء علي معلول في مباراه كوستاريكا مع المنتخب التونسي، تمام، واللي على اثرها طبعا غاب لفتره. علي معلول ما قدرش ان هو يكمل التقسيمه المره دي، كدمه مش التواء. طب الحمد لله الحمد لله. كدمه قويه، مش قويه قوي يعني، بكره هيبقى في استباق طبي لعلي معلول، وعلى اساسه هيبان مده الغياب، بس ان شاء الله يعني احنا اطمنا من الدكتور خالد محمود وكابتن سيد ان الاصابه مش قويه قوي ولا حاجه، ان شاء الله بكره هيبان الدنيا هتبقى هاديه بالنسبه يعني مش في الركبه زي ما وصل لي. لا 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 طب تمام، كدمه قويه شويه في الكاحل، بس ان شاء الله هو قام قدر يمشي على رجله، بس ما قدرش يكمل التقسيمه. بكره ان شاء الله هيقدر باذن الله، او من خلال الاختبار الطبي بالتحديد هيبان قدره علي معلول، هل هيقدر ان هو يشارك في التدريبات بشكل طبيعي ويكون جاهز لمباراه الاسيوطي وبعديها ان شاء الله مباراه الترجي ولا لا، ان شاء الله هيبان كل ده بكره، وهي حاجه مش قويه قوي لعلي يعني، ان شاء الله باذن الله يلحق يعني. تمام يا امير، يعني الحمد لله الحمد لله اصابه ان شاء الله تكون بسيطه وان شاء الله يلحق بالمباريات القادمه. يعني طمني يا امير بقى، كلمنا عن التمرين بشكل عام، وكلمنا عن المحاضره اللي اتكلم فيها الكابتن حسام بدري مع اللعيبه، يعني كلمنا عن شكل اللعيبه وروح اللعيبه. طيب خليني اقول لك ان المران النهارده كان مقرر ليه الساعه 4:30 يا كابتن ميدو العصر، ابتدى الساعه 5، كان في محاضره استمرت حوالي ساعه من كابتن حسام بدري، او اجتماع مش محاضره، من كابتن حسام بدري مع اللاعبين، اتكلم فيها عن السابقه وبعض الاخطاء اللي ممكن تكون واقع فيها لاعبي النادي الاهلي خلال المباراه، طلبهم ان هم كمان يقفلوا صفحه خالص الهزيمه من نادي الزمالك في مباراه الدوري، والتركيز في المرحله المهمه المقبله، وخصوصا المرحله المقبله يعني غايه في الاهميه بالنسبه لفريق النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، عشان بيتخللها مباراتين مهمين جدا، سواء امام الاسيوطي في كاس مصر ان شاء الله في دور الثمانيه، او مباراه الترجي في افتتاح دوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا. فبالتالي كان كلام كابتن حسام مع اللاعبين محدد، وهو نسيان المباراه السابقه والتركيز في المباريات المقبله واهميه الاستعداد للمباريات المقبله والمرحله المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. بعديها على طول المران ابتدى من خلال بعض التدريبات البدنيه الخفيفه اللي شارك فيها كل لعيبه النادي الاهلي من خلال الجري حوالين الملعب. بعد كده على طول الكابتن حسام بدري وجهاز طبعا المعاون قسموا الفريق لمجموعتين، مجموعه اللي هي شاركت في مباراه الزمالك بشكل اساسي، ودول كان لهم بعض التدريبات الاستشفائيه على ارضيه ملعب مختار ستيتش، وبعديها توجهوا مباشره لصاله الجيم واعضاء، وكان في بعض الاضافات من خلال التدريبات الاستشفائيه بالنسبه للاعبين النادي الاهلي لفك العضلات وتجهيزهم بدنيا للمرحله المقبله. في المقابل اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراه كان لهم بعض التدريبات البدنيه القويه، وكان في ايضا بعض تدريبات الكوره، وكان في فقره كده في مران النهارده هي التدريب على الكرات العرضيه، وكانت فقره مميزه ومهمه جدا بالنسبه سواء للمهاجمين او لمدافعين النادي الاهلي، وادوها بشكل جيد جدا. بعديها على طول كان في تقسيمه مع نهايه المران، وشارك فيها جميع اللاعبين المتاحين للكابتن حسام البدري في التقسيمه بشكل طبيعي، وادوا التقسيمه بشكل جيد. هو بس اللي يعني اللي خط الناس شويه واعضاء النادي الاهلي واللي بيتابعوا المران هي علي معلول، زي ما قلنا ان الامور ان شاء الله هتكون بسيطه وهتبان اكتر من خلال مران الغد. ده بالنسبه للمران، لكن بالنسبه للاصابات الاخرى تمام سعد سمير الاشعه خلاص نتيجتها طلعت، الموضوع مطمئن جدا، مفيش اي حاجه، ان شاء الله بكره هيتعمل اختبار طبي لسعد سمير، بناء عليه هيتحدد هل هو قادر يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل عادي ويكون جاهز ان شاء الله الفتره الجايه ولا لا. لكن بنسبه كبيره ممكن ما يتمش الدفع دي في مباراه الاسيوطي، ويتم تجهيزه بشكل اكبر لمباراه الترجي. لكن بكره ان شاء الله هتبان لسعد سمير هل هيقدر يشارك في التدريبات ان شاء الله لا، لكن الاشعه مبدئيا الحمد لله طيبه جدا بالنسبه لسعد سمير. النهارده شفناه نزل كده بس الاجتماع المصغر اللي كان في ارض الملعب، كان ماشي على رجله بشكل طبيعي، يعني الموضوع مطمئن بالنسبه لسعد. لكن بالنسبه لوليد ازارو، وليد ازارو بيواصل تدريباته التاهيليه عشان يتعافى من الشد اللي عنده في العضله الخلفيه، وفي محاوله طبعا لتجهيزه للمباراه بتاعت الترجي. هو خلاص رسميا مش هيلحق مباراه الاسيوطي بكاس مصر، لكن المحاوله كلها ان هو ان شاء الله يكون جاهز لمباراه الترجيه، عشان طبعا علي او عفوا طبعا وليد ازارو لعيب مهم جدا بالنسبه لخط هجوم النادي الاهلي وبالنسبه للكابتن حسام البدري، فالمحاولات قائمه يعني بالنسبه لوليد ازارو، وان شاء الله يكون في فرص لحقه بمباراه الترجيه. تمام. ان النهارده رامي ربيعه كان متواجد، وصل النهارده رامي ربيعه كان متواجد في الجيم وعمل بعض التدريبات التاهيليه، وجاي من المانيا ببرنامج خاص
دي لتاهيله ان شاء الله. احنا عارفين ان رامي ربيعه كان عنده بعض الالام في العضو ايضا شد قوي او مد في عضله الضمه، وكان بناء عليها بيتعالج خلال الفتره اللي فاتت دي. فطبعا ليه برنامج تاهيلي خلال الفتره الجايه هيمشي عليه عشان يتعافى تماما من الاصابه ويقدر يلحق التدريبات الجماعيه بالنسبه لفريق النادي الاهلي يا كابتن بيدو خلال الفتره الجايه. خليني اقول لك ايضا النهارده غاب عن المران احمد حمودي، كنت لسه اسالك عليه. بسبب نزله برد وعنده ارتفاع في درجات الحراره، هو كان متواجد النهارده لكن ما شاركش في التدريبات خالص، ما قدرش ان هو يشارك بسبب نزله البرد وارتفاع في درجه الحراره، فبالتالي فضل من الجهاز الفني ان هو ما يشاركش النهارده في التدريبات يا كابتن. دي كانت كل الكواليس والاخبار الخطه بمران النهارده يا كابتن. يعني بشكرك جدا يا امير على التفصيل المميز بيه بصراحه، يعني غطيت لنا كل التمرين. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي فيما قادم. شكرا جدا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي.